فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشر في كثير من المساجد وضع الكراسي للجلوس والصلاة عليها، فتساهل كثير من الناس في ركن القيام. يقول: انتشر في مساجدنا وضع الكراسي للجلوس للصلاة عليها، فتساهل كثير من الناس في ذلك في ركن القيام، فنراهم يكبرون تكبيرة الإحرام وهم قيام، ثم يكملون صلاتهم على هذه الكراسي، فما حكم ذلك؟ هذه أمانة عندهم، إذا كان أنه ما يستطيع القيام وجلس على الكرسي لا بأس، أما إذا كان يستطيع القيام وجلس على الكرسي وهو يستطيع القيام فلا تصح صلاته، وهذا راجع إليهم، هم أدرى بأحوالهم، إحنا ما ندري عنهم، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتساهلوا في ركن القيام وهم يقدرون عليه في الفريضة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.